أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها أهم أخبار الصحف المحلية. نبدأ جولتنا الصحفية مع صحيفة الأيام ونقرأ أنه بمناسبة الذكرى 23 لميثاق العمل الوطني، استضاف صرح الميثاق الوطني فعالية ضوء وميثاق التي شاركت فيها معالي الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة في جلسة حوارية بعنوان ميثاق فتح الآفاق، دور ميثاق العمل الوطني في تقدم المرأة، وذلك بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي، وسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، وعدد من المسؤولين وطلبة الجامعات. ميثاق العمل الوطني وشخصية البحرين الحضارية، عنوان مقال نشرته صحيفة الأيام للأستاذة هالة بنت محمد جابر الأنصاري مستشار جلالة الملك المعظم للشؤون الثقافية والعلمية. نتابع المقال. عندما تحل ذكرى ميثاق العمل الوطني فإنها تأتي محملة بنسيم الهواء المنعش المجدد لأكسجين التحديث والتطوير، ليتصاعد عمران البحرين الحضاري المعروف بانفتاحه الإنساني وبحريته الاجتماعية والفكرية وريادته التنموية. فالميثاق هو مشروع حياة يستمر بديمومته ونشاطه مع استمرار الإرادة الحية لأهل البحرين في الحفاظ على وهج وثيقة البيعة التاريخية المعاصرة التي كانت أول اختبار عملي لنضجنا السياسي مجتمعا ودولة. ولم يكن بالإمكان التوصل لهذه التظاهرة الوطنية المتحضرة في توجهاتها لولا الثقة المتبادلة بين القائد وشعبه في تلك اللحظة التاريخية المهيبة التي صنفها المراقبون والمتطلعون لنجاحها بأنها أول تطور دستوري عربي من نوعه. هذا الإنجاز الوطني وقدرته على التجدد يعود للجذور التي بلورت شخصية البحرين الحضرية، وهي جذور تمتد على مراحل تاريخية. فثمرة ميثاق العمل الوطني كانت الحرث الخصب لتلك البيئة الحضارية تأسيسا لحاضرنا واستعدادا لذلك الغد بآماله الواعدة. وها نحن نشهد على الإيفاء بنذور الميثاق الساري المفعول وفق برنامج عمل وطني متجدد الآفاق، لتبقى البحرين دون منازع واحة للتعايش الإنساني السمح القادر على كسب تقدير واحترام كل من يمر بأرضها، ولتستمر كما عرفت بالقلب النابض في هذا الخليج الناهض لنشر العلم والمعرفة، ولتحتفظ بكفاءة مؤسساتها وأنظمته في إدارة مركزها المالي والاقتصادي، وليعلو بناؤها المدني الحضاري لتدوم ذخرا لأجيالها وحصنا حصينا لمكتسباتها. نشرت صحيفة البلاد مقالا للكاتبة الصحفية الدكتورة بثينة خليفة قاسم بعنوان ميثاق العمل الوطني وبناء الإنسان البحريني. نتابع. في حياة كل أمة أيام ومناسبات مضيئة يكون ما بعدها مختلف عما قبلها، تترسخ في أذهان أبنائها وتبقى خالدة ينقلها جيل إلى جيل بكل فخر واعتزاز. يفتخرون بما تحقق في هذا اليوم أو ذاك من إنجازات غيرت الحياة إلى الأفضل. ومما لا شك فيه أن يوم تدشين ميثاق العمل الوطني البحريني يوم من أيام البحرين الخالدة في تاريخنا الحديث، التي يجب أن نمجدها في عقول وقلوب أبنائنا لكي ينشأوا فخورين ببلدهم محصنين فكريا ضد كل ما ينال من معنى الوطن والانتماء إليه. بعد 23 عاما من بدء العمل بالميثاق المجيد، لنزال على العهد فخورين بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات سياسية وحقوقية وتنموية، وما أنجز في المسيرة الديمقراطية التي قادها جلالة الملك المعظم والمؤسسات السياسية التي تم تثبيت أركانها وحمايتها ومنحها الحرية الكاملة لأداء مهماتها. ونفتخر بما تم إنجازه في حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل والمرأة التي نالت ما لم تنله مثيلاتها في العالم خلال قرن، وهو ما جعل مملكة البحرين
نموذجا يحتذى به على مستوى العالم. فميثاق العمل الوطني البحريني كان بمثابة انطلاقة تاريخية وبداية لبناء البحرين الحديثة بما تضمنته من مؤسسات ومن بناء للإنسان البحريني في ظل قيادة حكيمة لجلالة الملك المعظم. ومن الصفحة الرياضية لصحيفة أخبار الخليج نقرأ أن الشيخ خالد بن راشد آل خليفة المشرف العام لبطولة وزارة الداخلية ATP Challenger للتنس أعلن إطلاق بطولة وزارة الداخلية ATP Challenger للتنس في نسختها الثالثة في مملكة البحرين في الفترة من 11 حتى 17 من فبراير الجاري بمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين عالمياً، وذلك بتنظيم من الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع نادي ضباط الأمن العام. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف العميد خالد الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام رئيس اللجنة التنظيمية للبطولة. أهلا بك معنا العميد خالد، ما هي استعدادات اللجنة التنظيمية لبطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس؟ لا الحمد، مثل ما انتم عارفين احنا اليوم وصلنا يعني كاستعداد لتنظيم هاي البطوله، ولله الحمد جميع اللجان على قدم وساق، الاخوان تعاوننا مع الاتحاد الاي تي بي، الاخوان المشاركين كهيئه اداريه لاقامه هذا الحدث، نادي ضباط الامن العام، استعداداتنا حق جميع اللجان يعني حقيقه على قدم وساق. ولا يخفى عليكم يعني حسب اقوال اتحاد رابطه محترفين اي تي بي ان احنا من افضل تنظيم على مستوى العالم، على يعني سادس او خامس مستوى، احنا على مستوى 220 تقريبا بطوله وقيمه تشالنجر 125، وهذا يعني يعطينا احنا دافع ويضعنا يعني امام تحدي ان احنا يعني نطور من نفسنا ونطور من ادائنا على اساس احنا نرتقي وان شاء الله نحصل المركز الاول في تنظيم 125 تشالنجر ATP. نعم العميد خالد الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للامن العام رئيس اللجنه التنظيميه للبطوله، شكرا جزيلا لك. في حوار خاص مع صحيفة الأيام أكد السفير البريطاني لدى مملكة البحرين أليستر لونغ على أهمية نظام التصريح الإلكتروني في تنمية التجارة والسياحة بين البلدين وفقا لهذا النظام الذي تم تدشينه ابتداء من مطلع فبراير الجاري. أجرت صحيفة الوطن حواراً صحفياً مع وزيرة الثقافة في روسيا الاتحادية أولغا ليوبيموفا ضمن إطار الزيارة الرسمية للبلاد لترأسها الجانب الروسي إلى الاجتماع الثالث للجنة البحرينية الروسية الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. كشفت عن سلسلة من المبادرات والفعاليات الثقافية التي ستسهم في تنمية العلاقات بين البلدين. ومن صحيفة الوطن نقرأ أن فعاليات النسخة الثالثة لمؤتمر الغرفة السنوي للجان الدائمة ستنطلق بدءا من 25 من فبراير الجاري في فندق كراون بلازا تحت عنوان نحو بنية اقتصادية تحتية مشجعة بمشاركة كبار الاقتصاديين وقيادات القطاع الخاص والخبراء المتخصصين والأكاديميين وعدد من رواد الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي. We'll be right back.
أجرت صحيفة البلاد حوارا خاصا مع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين مها مفيز. إليكم أبرز ما جاء فيه. أجرت صحيفة أخبار الخليج حوارا خاصا مع المدير العام لبنك الإسكان الدكتور خالد عبد الله، كشف فيه عن أهم المشاريع والخدمات الإسكانية الجديدة التابعة لبنك الإسكان، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية. نشرت صحيفة الوطن أن وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت عن انتهاء فترة الترشح لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختيها المحلية 17 والعربية 8، حيث تم استقبال 89 مشروعاً مترشحاً لنيل شرف الجائزة لفئتها 3، وذلك تمهيداً للإعلان عن الفائزين خلال حفل يقام تحت رعاية صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك في نهاية شهر فبراير الجاري في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات. وفي الشأن الرياضي، لفتت صحيفة البلاد أن وفد اللجنة البارالمبية البحرينية حقق نتائج مميزة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية 4 التي أقيمت في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 513 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة، وحصد الوفد البحريني على 36 ميدالية ملونة والترتيب الرابع بين الدول المشاركة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله.